كان في فرصة انك اطلعت على مشروع قانون الصكوك قبل ان يظهر، فحضرتك قول لنا كيف تغير هذا المشروع منذ الفترة اللي كان مجرد يعني مسودة وبعد ان تم طرحه، ما هي التغيرات ولماذا تبرأ الجميع من هذا المشروع بعد ان طلع الى النور؟ هو خلينا نوضح فكرة مهمة حضرتك اشرت ليها، اللي هو مش ده المشروع اللي كان مفروض ان احنا بنتعشى من هو يصدر. احنا كنا نفسنا ان يكون المشروع زي ما طرح في البدايه خالص، ان هو مشروع يكون شامل للصكوك الاسلاميه وبيشمل معاه كمان التمويل الاسلامي ككل. لكن ما صدر عن وزاره الماليه اعتقد ان هم كانوا غير موفقين فيما صدر، لان هم راحوا خدوا الجزء اللي بيخصهم فقط وراحوا طلعوا جزء خاص بالصكوك السياديه، ونسوا تماما ان كل قطاعات المجتمع الاقتصادي المصري في احتياج ان هي تصدر ادوات تمويل منها الصكوك الاسلاميه، وان هي في احتياج لتنظيم العمل دوت ووجود بيئه عمل شامله. فده اعتقد هو ده السبب. اعتقد ايضا انه كان هناك ايضا بعض التحفظات، يعني الموضوع ليس فقط يتعلق بانه هذا المشروع خلى من الصكوك التجاريه وركز فقط على الصكوك السياديه، ولكن هناك تحفظات بان هذا المشروع لم يحمي بعض اصول الدوله ولم يضع ضمانات ضد الرهن والحجز، لم يضع ضمانات لنسبه ملكيه الدوله في بعض هذه المشاريع. ما هي المشاريع السياديه؟ تعريف المشاريع السياديه. فبالتالي كان هناك بعض التحفظات. هو نتيجة ان هو بقى جزء من مشروع فاكيد هيخلو هيصيبه كثير من العيوب ويخلو من كثير من الايجابيات. يعني فكرة ان انا اخد قانون صكوك واطلعه فقط للصكوك السيادية اعتقد دي كانت خطأ كبير جدا، لان هو لم ياخذ في اعتباراته امور كثيرة جدا، منها امور شرعية، امور تنظيمية، امور خاصة بالقوانين نفسها والتنظيم والرقابة والاداء والمتابعة، كل دوت خلى منه دوت. يعني لما ندي مثال مثلا ان قانون التمويل عموما الصكوك الاسلاميه هي اداه تمويل للمشاريع التنمويه واللي هي للنهضه الاقتصاديه اللي المفروض تكون في اي دوله، وزي ما تبنتها ماليزيا قبل كده وتبنتها بعض الدول اللي قامت وعندها تجارب ناجحه. احنا حاولنا ان احنا نقوم بحاجه خاصه بصكوك سياديه فقط ونعزلها عن باقي المجتمع ونقول ان ده احتياجنا. نخترع العجله يعني. اخترعنا العجله، والعجله موجوده اصلا وماشيه من زمان، بل بالعكس العجله اللي ماشيه من زمان افضل بكتير قوي من الاختراع اللي احنا بنعمله، لان احنا بنخترع طياره بس عملنا الجناح بتاعها، باقي الطياره ما مش موجوده بس عاوزين نطير بجناح. طبعا ده امر استحاله. بيشوبه طبعا اللي طلع حتى كصكوك سياديه بيشوبه الكثير من العيوب. يعني اولا فكره التنظيم والمتابعه والرقابه يعني ما فيش صك اسلامي بيطلع ايا كان شكله بدون تصنيف ائتماني، لان التصنيف الائتماني بيحدد سعر الصك دوت. طبعا لم ينص في القانون خالص على اي تصنيف ائتماني ولا متابعه ائتمانيه سنويه ولا ولا ولا. المعايير والقوانين والرقابه والتدقيق على الشركات، يعني هل احنا لا نعمل بمعزل؟ يعني احنا نعمل ضمن منظومه عالميه، فكيف يمكن ان نصدر قانون بمثل هذا الشكل حياتك تذكره وهذا لا يتضمن كل هذه الامور؟ يعني احنا لا نعمل بمعزل عن العالم. هو احنا في دي عملنا بمعزل في كل حاجه بنعمل بمعزل. يعني انا اعتقد احنا مش عايزين نقول في كل رايي لكن يمكن الضغوط وعجز الموازنة والمشاريع التنموية اللي منتظرة لأموال للاستثمار وعدم وجود رغبة من المستثمر الأجنبي أنه يجي يضخ استثمارات في الوقت الحالي، أعتقد ده اللي خلى الناس أنها تستعجل شوية في أنها تطلع بحاجة زي كده قبل ما يقعد ويناقش دوت داخليا أو يشوف التجارب اللي موجودة ويعمل توأم. أنا كنت في الشهر اللي فات في مؤتمر أو الشهر اللي قبل اللي فات في مؤتمر في مصر خاص بتمويل الإسلامي تبع البنك الدولي وقلت دوت لازم نعمل توأمة. النهارده احنا وصلنا في 2013 او 2012، النهارده بقى الصناعه دي موجوده بقى لها 40 سنه قائمه، فيها نماذج ناجحه، فيها نماذج فشلت، فيها نماذج لم تكتمل، فيها نماذج لسه بتكتمل، فكنا المفروض ان احنا نستفيد من دوت. انا حابة اسال حضرتك، يعني حضرتك ذكرت انك انت اطلعت على هذا المشروع في الوقت الذي كان فيه مسوده. نعم. الان الكل يقول انه ليس له علاقه بهذا المشروع، يعني مين اللي عمل المشروع؟ اعتقد ده يسال فيه وزير الماليه السابق ووزاره الماليه والمستشار. يعني وزاره الماليه فقط هي انفردت وبعدين هو لو بنلاحظ وزاره الماليه انفردت بطرح مسوده المشروع دوت لوحدها خالص وتحملت مسؤوليته، فاعتقد ان هي لازم تتحمل مسؤوليته للنهايه. يعني هل معقول انه الحزب الحاكم حزب الحريه والعداله لم يشارك في وضع هذا المشروع الذي هو يعتبره من اهم المشاريع، هو معول كثيرا انه سيجمع اموال 200 مليار دولار يتكلموا
عن جمع عن طريق الصكوك ولم يشارك في هذا المشروع؟ لا، اللجان الاقتصاديه طبعا ابتداء من الدكتور حسين حامد، واللجنه الاقتصاديه في حزب الحريه والعداله، واللجنه الاقتصاديه في حزب النور، وبعض المتخصصين، ومشاركه من البنك المركزي المصري، واحد من القيادات في البنك المركزي، كلهم قعدوا على المشروع الكبير الشامل. لكن وزارة المالية فاجئت الجميع، واعتقد ان هو فاجئت الجميع بان طلعت بفكرة الصكوك السيادية فيما يخصه هو. عشان انا معلش حاسة انك بتذكرني كده بمشروع الدستور، حاسة اني شفت الحكاية دي قبل كده. انا مش سياسي. انا مع تجربة التمويل الاسلامي بكل ما تشمل من عناصر. يعني فكرة ان انا اصدر صكوك فقط، اولا ده ما بيأهلش الاقتصاد المصري ولا السوق المصري ان هو يستفيد من التمويل الاسلامي. لازم يكون في حقبة أو حزمة من القرارات والقوانين الخاصة بتنظيم عمل المصرف الإسلامي كله. يعني ما ينفعش أطلع بقانون صكوك الإسلامية وأنسى أن أنا عندي في حاجة اسمها إسلامك مورجج، أو اللي هو التمويل الإسلامي أو تمويل العقاري الإسلامي. ما ينفعش أنسى قانون البنوك الإسلامية وتنظيم العمل المصرفي الإسلامي ورقابة البنك المركزي. فين أنا عاوز أعرف فين أدوار البنك المركزي المصري، وفين وزارة الاستثمار، وفين هيئة الرقابة، وفين كل الجهات المعنية في إصدار الصكوك، مشروع الصكوك بالشكل دوت. اعتقد ان في تقصير. يعني حضرتك ذكرت التجربه في ماليزيا وفي اندونيسيا ايضا، وماليزيا لديهم تجربه كبيره في موضوع الصكوك. كيف يعني قانون الصكوك في ماليزيا هو قانون شامل ليس فقط قانون للصكوك السيادية؟ لا، هو قانون شامل لكل العمل المصرفي الاسلامي او التمويل الاسلامي بالكامل، وليس فقط صكوك. فكره صكوك ده اختراع اول مره نسمعه. يعني دايما احنا بنعرف ان الحكومات تنشا الاول قانون التمويل الاسلامي، قانون البنوك الاسلاميه، وبعدين تصدر بعد كده. احنا في مصر مستعجلين شويه، عايزين يعني مستعجلين. احنا جبنا من الاخر خالص، يعني احنا اللي هو مش عايزين حاجه خالص، يعني هو بس احنا ناقصنا الصكوك. اعتقد دي خطا فادح. طيب لو تكلمنا عن مشروع، عن قانون الصكوك او قانون العمل المالي الاسلامي في ماليزيا بالتحديد، بند الصكوك. نعم. كيف حمت ماليزيا الاصول السياديه من ان يتم؟ يعني هل اكيد في بعض يعني في اشياء، في بنود في هذا القانون تحمي سياده الدوله لبعض هذه الاصول وتعريف هذه الاصول؟ هل هذا موجود في قانون ماليزي؟ هو موجود، ومش عاوزين ننكر برضو ان هو موجود في نص المواد اللي موجوده في نص المشروع، لكن عايم شويه. الماده 7، لا يعني الموضوع تحديد ما هي الاصول السياديه. بصرف النظر عن تحديد ماهيه الاصول، احنا بنتكلم في البند الماده 7 والماده 13 حددت صراحة أن الأصول الموجودة هي حق انتفاع فقط، وليس فيها حق الرقبة. حق الرقبة في الإسلام يعني لا أقدر أسجلها ولا أشهرها ولا أبيعها ولا يكون عندي أي كنترول عليها، لكن أقدر أكون بنتفع من الأصل دوت، وأقدر أحجز عليه وأحجز على حق الانتفاع بتاعه. لكن ما أقدرش مثلا أغير من شكل الأصل، ما اقدرش اعدل من شكل الاصل، ما اقدرش ان انا اتخلص من الاصل في مزاد علني. ده موجود. اعتقد ايضا انه في القوانين الصكوك في ماليزيا وفي دول اخرى، انه خاصه لما انت بتتكلم عن انه يكون مستثمر اجنبي لكي تحمي هذه الاصول السياديه، بيكون هناك ملكيه في الانتاج وليس في الاصل العيني. هو الاصل العيني موجود، لكن احنا بنقول حق الانتفاع يعني مرتبط بالانتاج. يعني خلينا نتفق انه النص الماده 7 والماده 13 اشاروا لدوت انه حق انتفاع، فحق الانتفاع يبقى هو حق الانتاج. يعني ما ينتفع بالاصل نفسه، الاصل هينتفع به لما يكون منتج، مش هينتفع به اذا كانش غير منتج، فده موجود. يعني انا